بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم العن صنمي قريش وجبتيها وطاغوتيها وإفكيها وابنتيهما اللذين خالفا أمرك وأنكرا وحيك وجحدا إنعامك وعصيا رسولك وقلبا دينك وحرفا كتابك وعطلا أحكامك وأبطلا فرائضك وألحدا في آياتك وعاديا أولياءك وواليا أعداءك وخربا بلادك وأفسدا عبادك. اللهم العنهما وأنصارهما، فقد خربا بيت النبوة وردما بابه ونقضا سقفه وألحقا سماءه بأرضه وعاليه بسافله وظاهره بباطنه، واستأصلا أهله وأبعد أنصاره وقتلا أطفاله وأخليا منبره من وصيه ووارثه وجحدا نبوته وأشركا بربهما، فعظيم ذنبهما وخلدهما في سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر. اللهم العنهم بعدد كل منكر أتوا وحق أخفوا ومنبر علوا ومنافق ولوا وولي آذوا وطريد آواه وصادقين طردوه وكافرين نصروه وإمامين قهروه وفرضين غيروه وأثرين أنكروه وشر آثروه ودم أراقوه وخبر بدلوه وحكم قلبوه وكفر أبدعوه وكذب دلسوا وإرث غصبوا وفيء اقتطعوا وسحت أكلوا وخمس استحلوا وباطل أسسوا وجور بسطوا
وظلم نشروه، ووعد أخلفوه، وعهد نقضوه، وحلال حرموه، وحرام حللوه، ونفاق أسروه، وغدر أضمروه، وبطن فتقوه، وضلع كسروه، وصك مزقوه، وشمل بددوه، وذليل أعزوه، وعزيز أذلوه، وحق منعوه، وإمام خالفوه. اللهم العنهما بكل آية حرفوها، وفريضة تركوها، وسنة غيروها، وأحكام عطلوها، وأرحام قطعوها، وشهادات كتموها، ووصية ضيعوها، وأيمان نكثوها، ودعوى أبطلوها، وبينة أنكروها، وحيلة أحدثوها، وخيانة أوردوها، وعقبة ارتقوها، ودباب دحرجوها، وأزياف لزموها، وأمانة خانوها. اللهم العنهما في مكنون السر وظاهر العلانية، لعنة كثيرة دائبا أبدا دائما، سرمدا لا انقطاع لأمده، ولا نفاد لعدده، لعنا يغدو أوله ولا يروح آخر لهم، ولأعوانهم وأنصارهم ومحبيهم ومواليهم، والمسلمين لهم والمائلين إليهم، والناهضين بأجنحتهم، والمقتدين بكلامهم، والمصدقين بأحكامهم. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار. اللهم على محمد وآل
الطاهرين.